ما نشوف. سيبك بقى من ده كله، هي أوسة ما قالتلكيش هتعدي علينا امتى؟ بنت انا ابوكي، ابوكي وبخاف عليك وعلى سمعتك. انا ما بطيقش حد يقول عليكي كلمه كده ولا كده. قطع لسان اللي يقول عليا حاجه يابا، هو انت شايفني بعمل ايه يعني؟ مش عارفه بتعملي ايه؟ كفايه ان شايفينك داخله خارجه مع الزفت اللي اسمه علي. ما بنبقاش لوحدنا يابا، بتبقى معانا بطه وحسن وساعات امه. طب افهمها ازاي دي؟ بص يا سمك يا بنتي، صدقيني الواد ده واد العباد، ملوش بر من بحر. يابا علي بيحبني والله العظيم بيحبني. طيب بيحبك، انا موافق انه بيحبك. اللي بيحب واحده ده هيعوز منها ايه؟ هيعوز منها ايه؟ شفتي عرفت انك هبله. اللي بيحب واحده يبقى عاوز يتجوزها. طب يابا علي هيتجوزني امتى؟ هيتجوزك امتى؟ ريحيني وقولي لي امتى. لما يقف على رجله. ايه يا بنت الكلام اللي ملوش معنى ده؟ يعني ايه يقف على رجله؟ هو مكسح. بص يا بنت يا سمكة، أنا تعبت معاكي وحجيبلك من الآخر. أنا ما عنديش مانع أحط إيدي في إيدي الواد ده وأجوزهولك، عشان تعرفي إن أنا مش ضد جوازك منه، بس يجي يطلبك مني. طيب يابا اديله شوية وقت بس يوضب نفسه. طب يا ستي يقرا معايا فاتحة الأول ويشبكك بدبلتين إن شاء الله حتى ألمونيا. ده إذا كان بيتكلم جد، إلا بقى إذا ناوي يلعب بيكي. أظن يا سمك يا بنتي محدش يقدر يغلطني في الكلام ده. ساكتة ليه؟ إياك ما يكونش عاجبك الكلام.